بدأت الامتحانات في المعهد العالي للقضاء وسهرتم على البداية ديال هذا الامتحان. نريد أن نعرف كيف تمت وكيف ستتم هذه المباريات. احنا كنا سي شاكر أمام واحد الاختيار صعب جدا، أولا لأن الملحقين القضائيين هاد الفوجة 44 كانوا دوزوا الامتحانات الكتابية في شهر يناير المنصرم، وكان مفروض يدوزوا الشفوي بعد شهرين، لكن البلاد دخلت في الحالة ديال الطوارئ الصحية وكان الحجر الصحي، وأجلنا هاد القرار هذا ديال هاد الامتحان الشفوي، خصوصا أن العديد من القطاعات رجعت لاجندة ديالها المتعلقة بتنظيم المباريات لاعتبارات صحية وميزانياتية أيضا. فاحنا كنا في أمس الحاجة لهذه الموارد البشرية ديال هذه الفوجة 44 اللي غادي يدوزوا المباراة، وغادي ناخذوا من واحد حوالي 150 ملحق قضائي اللي غادي يخضعون واحد التكوين لمدة سنتين باش نعزوا بهم المحاكم، سواء في سد الخصاص لأن كاين خصاص في واحد العدد ديال المحاكم، وأيضا لتأطيري وتشغيلي المحاكم الجديدة. وفي نفس الوقت أمامنا التحدي ديال أنه تصور غادي يجيو يعني حوالي 830 من مختلف الجهات والأقاليم باش يدوزوا المباراة في هذه الظروف، غادي تكون صعيبة. مع ذلك رفعنا التحدي، كنا حريصين على ألا يتم اجتياز المقابلات الشفوية إلا بنسبة 80 في كل يوم، يعني كيدوزوا 40 في الحصة الصباحية، 20 و40 في الحصة المسائية. واللجنة توزعت إلى 8 لجينات في كل قاعات المعهد العالي، وكنت حضرت في الانطلاقة قبل 3 أيام ديال هاد المباراة للوقوف على النجاعة والفعالية ديال هاد التدابير. ولحد الآن الحمد لله المباراة مستمرة وغتستمر 12 يوم، تتمر في ظروف جيدة جدا، على أساس أن هاد الشباب اللي دوزوا هاد المباراة واللي نجحوا غادي يلتحقوا بالمعهد باش يخضعوا لهاد التكوين، وباش نقدروا نستجبوا للحاجيات الاساسيه ديال المحاكم من ناحيه ديال القضاة الجدد. بالنسبه للحاله ديال المحاكم، وانا نعرف انك تتسهر على هذا الميدان ديال البناء محاكم جديده والترميم، ما في سنه 2020 خصصنا من الميزانيه ديال الوزاره 3 مليار و800 مليون ديال الدرهم، كلها لتاهيل البنيه التحتيه للمرفق القضائي، ما بين بنايات جديدة أو ما بين تأهيل وتوسعة واحد العدد ديال البنايات الأخرى. هناك مراكز قضائية اللي كتكون في بعض المدن الصغرى اللي ترقيناها إلى محاكم ابتدائية، وافتتحنا أقسام ديال القضاء الأسرة في واحد العدد ديال المدن الأخرى. هاد السنة دشنا 6 ديال المحاكم جديدة، ومازال مقبلين على تدشين محاكم جديدة، وأهمها محكمة الاستئناف في قلميم، في جهة قلميم ما كانت فيها محكمة الاستئناف، وكانوا المواطنين والمتقاضين تيمشيو حتى لأكادير باش يتابعوا الملفات والقضايا ديالهم في المحكمة الاستئناف في أكادير. قريبا غادي نشنوا المحكمة ديال الاستئناف في قلميم، والعديد من المحاكم الأخرى الجديدة اللي كنا حريصين على بنائها وفق مواصفات المعمار المغربي الأصيل، لكن أيضا وفق المواصفات العصرية والحديثة ديال الولوجيات وديال تقنيات التواصل وديال مختلف التجهيزات اللي حريصين عليها. قريبا غادي نتشنو المحكمة الابتدائية في تطوان وفي طنجة، وهاد المحاكم كله تنحرصوا على أنه القاعات ديال الجلسات تكون أيضا مجهزة بالتقنيات ديال المحاكمة عن بعد، اللي وطدنا العزم أن نستمر فيها مع تعزيزها بالإطار التشريعي القانوني وبما تحتاجه من معدات وتجهيزات لوجستيكية.